السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزاتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. دائما في إطار السلسلة الرمضانية افتح قلبك للقرآن الكريم في رمضان، كنرحب بكم مجددا في القناة اللي غادي تلقاو فيها الفروض والدروس وكذلك امتحانات الإشهادية بالنسبة للمستويات الإشهادية. وكذلك في هذا رمضان قررت أنني ندير فيديوهات يومية خاصة بقراءة القرآن الكريم، يعني بالذكر الحكيم. إذا كما عودتكم دائما أنني كنقرأ معكم الثمن الأول من الأحزاب، واليوم إن شاء الله غادي نقرأ معكم الثمن الأول من الحزب 22 من سورة يونس. إذا مرحبا بكم وبسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم، ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل المظلم، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم غافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، وردوا إلى الله مولاهم الحق، وضل عنهم ما كانوا يفترون. قل من يرزقكم من السماء والأرض، أمن يملك السمع والبصر، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى توفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم. كانت هذه قراءتي للثمن الأول من الحزب 22 من سورة يونس من القرآن الكريم. كنتمنى أنه القراءة ديالي تكون استحسنت المسامع ديالكم، لكن للأسف اليوم شوية مريض، يعني الصوت ديالي شوية مقرقح، اسمحوا لي وأدعو الشفاء لجميع المرضى إن شاء الله. كنت معكم أنا الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.